الاتحاد الأوروبي يؤكد في توقعاته الاقتصادية لفصل الشتاء بأن النمو الاقتصادي يتراجع مقارنة بالتوقعات السابقة في مجموع دول الاتحاد الأوروبي ما عدا بريطانيا، ولكن في نفس الوقت تبقى توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو مستقرة للسنتين القادمتين بنسبة 1.2%، لتبقى صلابة الطلب الداخلي هي أساس النمو. Looking back at 2019, growth surprised positively in the third quarter, but this was followed by the lower than expected outturn in the fourth quarter. Going forward, the outlook for the European economy remains challenging. On the positive side, one can see tentative signs of stabilization in global trade and encouraging developments on the US-China trade front. التوقعات الاقتصادية الجديدة تؤكد تقليص في الأخطار الخارجية السابقة مثل الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أخطار جديدة قد ظهرت ومن شأنها أن تعيق تحقيق هذه التوقعات، ومن بينها الاضطرابات الاجتماعية التي تعرفها منطقة أمريكا اللاتينية إلى جانب حدة التجاذبات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وخطورة اندلاع مواجهة مسلحة. توقعات الاتحاد الأوروبي تؤكد بأن صلابة الطلب الداخلي تبقى المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي للسنوات القادمة. لخطر فرات لقناة الإخبارية من مقر المجلس الأوروبي بروكسل.